من حوالي 10 ايام شركه اي تي اللي هي الشركه الام بتاعت ماركه سونوف بعتوا لي الزيجبي 3 يو اس بي دونجل بلس علشان اجربه واعمل عليه ريفيو، فانا حبيت اشارككم تجربتي وانطباعاتي واقول لكم لقيت ايه. ولو كملتوا معايا لاخر الفيديو هقول لكم ازاي تقدروا تحصلوا على 15% من ثمن المنتج ده لمشاهدين سمارتك بالعربي. اللي ما يعرفش الدونجل ده بيعمل ايه، فهو عبارة عن جهاز بتوصله بالراسبري باي بتاعك او جهاز الكمبيوتر بتاعك علشان تزود قدرته وتخليه يقدر يتكلم مع اجهزة البيت الذكي اللي بتشتغل بموجات الزيجبي او الزيجبي ويفز. يعني مثلا لو عندك نظام هوم اسيستنت في البيت وعايزه يتحكم في اجهزة الزيجبي، فانت قدامك حل من اتنين، يا اما تشتري هب مخصوص والهب ده يبقى هو همزه الوصل ما بين نظام الهوم اسيستنت بتاعك وما بين الاجهزه اللي بتشتغل بالزيجبي ويفز، مع الاخذ في الاعتبار ان الهبز دي بتبقى ثمنها غالي جدا، يا اما تجيب دونجل زي ده وتوصله بالجهاز بتاعك وبكده يبقى الهوم اسيستنت بقى عنده القدره ان هو يتكلم مع الاجهزه اللي بتشتغل بالزيجبي ويفز. ودلوقتي تعالوا نشوف الدونجل ده ونعمل له انبوكسنج سوا. الدونجل ده بيجي في علبه صغيره ما فيهاش حاجات كتير غير الدونجل نفسه ومعاه اريال عشان تقويه الارسال. والدونجل نفسه معمول من معدن الالومنيوم مش من البلاستيك، يعني الكواليتي بيلد بتاعه مش رخيصه. العيب الوحيد اللي ممكن اكون لاحظته ان حجمه كبير شويه مقارنه بدونجلز ثانيه زي مثلا الكومبي 2، وده ممكن يضايقك لما تيجي تركب الدونجل بتاعك في الكمبيوتر او الراسبري باي علشان ممكن يقفل على فتحات اليو اس بي اللي جنبه وممكن ما تقدرش تركب جنبه اجهزه ثانيه بتشتغل باليو اس بي. وعشان تحل الموضوع ده ممكن تستخدم له وصله يو اس بي اكستنشن. ودلوقتي بقى تعالوا نوصله بالهوم اسيستنت ونشوف هيحصل ايه. اللي انا عملته ان انا طفيت الكهرباء عن جهاز الراسبري باي بتاعي ووصلت السونوف زيجبي دونجل بفتحه اليو اس بي، وبعد كده شغلت الراسبري باي واستنيت لما الهوم اسيستنت يقوم، وبعد كده دخلت على السكشن بتاع السيتنجز وبعد كده الديفايسز ولقيت ان الهوم اسيستنت اتعرف عليه بشكل اوتوماتيك. كل المطلوب انك بتدوس على زرار كونفيجر وهو هيعرف نفسه، وبعد ما يتعرف ممكن تدوس على اد ديفايس وهو يبتدي يتواصل مع الاجهزه اللي بتشتغل بالزيجبي ويفز وتقدر تستخدمها عادي جدا. في ملحوظه بس صغيره عايز اقول لكم عليها، انك لو انت عامل سيت اب للهوم اسيستنت على فيرتشوال ماشين على جهاز ويندوز لازم الاول تعرف الفيرتشوال ماشين على فتحات اليو اس بي بتاعت الكمبيوتر بتاعك. فاللي هتعمله ان انت هتروح على الفيرتشوال ماشين بتاعتك وعند الجزئيه بتاعت السيتنجز هتروح على حته بتاعت البورتس وتدوس على علامه البلس وهتلاقي يطلع لك منيو كده فيها كل اجهزه اليو اس بي اللي انت موصلها بالكمبيوتر، وهتزود الجهاز اللي مكتوب عليه اي تي زيجبي. بصراحه بعد اسبوع من الاستخدام لقيت ان الزيجبي دونجل بتاع سونوف جهاز ممتاز والكونكشنز ما بينه وما بين الاجهزه اللي انا وصلتها بيه ما بتقعش. انا حابب ان انا اشكر شركه اي تي ان هم بعتوا لي السونوف زيجبي دونجل عشان اجربه، ورايي اللي انا قلته ده انا قلته بناء على تجربتي الشخصيه ملوش علاقه ان هم بعتوا لي الجهاز. انا شايف ان الجهاز ده ممكن يحل مشكله ناس كتير، الناس اللي عندها نظام الهوم اسيستنت وعايزه تزود قدراته ان هي تتحكم في اجهزه السمارت هوم اللي بتشتغل بالزيجبي ويفز، وممكن يوفر عليك تكلفه ان انت تشتري هب مخصوص. اما سعر الزيجبي دونجل بتاع سونوف بيبقى حوالي 15 دولار. وبمناسبه الكلام على الاسعار فانا هسيب لكم لينكات في الديسكريبشن بتاع الفيديو عشان لو حابين تشتروا السونوف زيجبي دونجل، وكمان ممكن تحصل على خصم 15% لو دخلت البرومو كود اللي هيظهر دلوقتي اسفل الشاشه، والكود ده مخصوص للمشاهدين بتوع سمارتك بالعربي. يا ريت تجربوا الزيجبي دونجل بنفسكم وتقولوا لي رايكم في الكومنتات تحت. اما بقى لو عايز تعرف ازاي تقدر تحول بيتك لسمارت هوم من الاول خالص فممكن تتفرج على واحده من الحلقات اللي هتظهر في الشاشه دلوقتي، واشوفكم في الحلقه الجايه على خير. شكرا جزيلا.